أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، أكد أن ما يمر به العالم من فوضى إعلامية نتيجة التكنولوجيا الحديثة يتطلب وعيا جماعيا وإجراءات تنظيمية تتبناها الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية. أشار سعادة وزير شؤون الإعلام خلال مشاركته في الملتقى الإعلامي العربي للشباب في نسخته 8 والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة إلى أن دخول الإنترنت أحدث ثورة كبيرة في الوطن العربي، ومشددا على أنه في ظل هذه الفوضى التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره أصبح كل خبر غير صحيح حتى تثبت صحته. تطرق سعادة وزير شؤون الإعلام خلال مشاركته في أعمال الملتقى الإعلامي العربي للشباب إلى تطور قطاع الإعلام والاتصال وما شهده من طفرة جعلت من الإعلام جزءا من المشكلة بدلا من أن يكون جزءا من الحل، مشيرا سعادته إلى أن التدفق الهائل للمعلومات يحتم على المنطقة تبني قرارات موحدة تهدف لمجابهة الدول والجماعات التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وضرب مفهوم الدولة الوطنية باستخدام أجندات مشبوهة، يلعب الإعلام دورا أساسيا ومهما فيها. وحث سعادة وزير شؤون الإعلام الشباب على ضرورة الالتفات لما يحاك من مؤامرات وأجندات تدميرية تستهدف وحدة دولنا وأمنها، والعمل على نشر الوعي والثقافة بين أوساط المجتمع لخلق الفرص الإيجابية في هذا المجال الحيوي ومحاربة كل ما من شأنه الإساءة إلى دولنا ومجتمعاتنا. شهدت أعمال الملتقى الإعلامي العربي للشباب في نسخته 8 مشاركة نخبة من المسؤولين والأكاديميين بالإضافة إلى حضور كبير من الشباب وطلبة الإعلام من مختلف الدول العربية. ناقش المؤتمر متطلبات فرص العمل للشباب واتجاهات الإعلام الحديثة بالإضافة إلى أخلاقيات الإعلام والمسؤولية الاجتماعية لقادة الرأي. شهد مقر جامعة الدول العربية انعقاد فعاليات الملتقى الإعلامي العربي للشباب في دورته 8 بمشاركة نخبة من المسؤولين من الدول العربية في مقدمتهم سعادة وزير شؤون الإعلام السيد علي بن محمد الرميحي، وناقشوا التحديات الكثيرة التي يواجهها الإعلام العربي وأهمية دور الشباب في بناء المستقبل من خلال الإعلام، وهو ما أكدته الكلمات الافتتاحية لسعادة وزير شؤون الإعلام السيد علي بن محمد الرميحي والجامعة العربية ممثلة في الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير بدر الدين علالي نيابة عن السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وكذلك الأمين العام للملتقى السيد ماضي خميس. وكان الملتقى فرصة لتأكيد سعادة السيد وزير شؤون الإعلام على مبادئ تنظيم العمل الإعلامي وتطويره وبلورة الخطاب الإعلامي العربي، وكان حواره مع الشباب حوارا فعالا أكد فيه على هذه المعاني. طبعا أنا جدا سعيد اليوم بوجودي في مقر جامعة الدول العربية، شكر للأخوة القائمين على هذا الملتقى الأخ ماضي الخميس، شكر للأمانة العامة. الأمانة العامة جامعة الدول العربية كمقر لها رمزية كبيرة، وجود عدد كبير من طلبة الجامعات المتخصصين في مجال الإعلام ووجود أكاديميين عرب لمناقشة وضع الإعلام العربي، هذا الموضوع جدا مهم. هناك اليوم ما نشاهده من فوضى موجودة في هذا القطاع يعاني منها العالم بأجمعه نتيجة وجود الكثير من القنوات الفضائية، الكثير من المؤسسات التي تدعم حسابات توجهت للأسف الشديد بالكثير من الإساءات للدول العربية. ما شاهدت اليوم من حوارات ومن أسئلة من الطلبة الحقيقة أمر يبشر بخير، هناك جيل إن شاء الله يعي ما يدور حوله. الدول العربية تعرضت للكثير من الإساءة، هناك الكثير من التدخلات في وطننا العربي نراها عبر الإعلام، أصبح الإعلام للأسف الشديد هو أزمة بحد ذاتها. هناك دول الآن عربية تعاني من إعلام عربي آخر يحاول التدخل في شؤونها، وهذا الأمر يحتاج الكثير من الدراسة. المهمة ليست فقط عند الإعلاميين، المهمة تحتاج تعزيز ثقافة التقاضي، تحتاج وعي، تحتاج جميع المؤسسات أن تعمل مع بعض لحماية الدولة الوطنية. الدول العربية الآن المحيطة فينا هناك دول
أصبحت شبه دول فقدت الأمن، وهذا أكثر ما وأهم ما ينادي به الإنسان. نتحدث عن عندما نتحدث عن حقوق الإنسان فأهم حق هو الأمن. هناك دول عربية الآن تعاني للأسف الشديد، كان الإعلام جزء من هذه الأزمة، فمناقشة مثل هذه الأمور في مقر جامعة الدول العربية أعتقد بدايات تبشر بخير. الإعلاميين اليوم نفسهم عندما كانوا في السابق يعترضون على أي قانون ينظم عملية الإعلام، هم الآن أكثر من ينادي بهذا التنظيم. احنا على تواصل مع الأخوة في الأمانة للعمل على موضوع ميثاق شرف إعلامي. هناك من يعتقد بأن هذا الأمر لن يحقق شيء من النجاح، ولكن متى ما وجدت النوايا، متى ما وجدت الرغبة في عملية التواصل مع العالم المحيط فينا في هذا الوطن العربي بكل صدق وبكل أمانة وعدم تدخل في شؤون الدول الأخرى، أعتقد سنجد إعلام عربي نستحقه. وشاركت مملكة البحرين أيضا بشباب واع ودارس بما يحيطه من تحديات من خلال مخاطبة المسؤولين والشباب في هذه الجلسة. أول مرة شارك فيها الملتقى الإعلامي العربي، كان شيء غير، إنه وايد حسيت بالفخر بروحي، زادت الثقة في روحي. استانسنا جدا مشاركتنا في الملتقى اليوم، وهي فخر كبير جدا حق البحرين مشاركتها في المؤتمر العربي حق الإعلام. كانت مشاركة جدا حلوة، وحاب أشكر كل القائمين على هذا الملتقى، لأن كان هذا يعني نحتاج هذا الملتقى لضرورة المواضيع والقضايا اللي لازم نتناقش فيها يعني. الملتقى الإعلامي العربي للشباب بمقر جامعة الدول العربية كان فرصة للقاء المسؤولين والشباب العربي الطامح للعمل في الإعلام، وأيضا لتأكيد مملكة البحرين على ضرورة تعزيز العمل الإعلامي العربي وبلورته، إضافة إلى طرح الحقيقة وتعزيز ثقافة التقارب. شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين من مقر جامعة الدول العربية القاهرة.